في هذا الفضاء الجميل، فضاء تويزقي الحدودي الصحراوي، يعني كيف لقيت هذا الفضاء هذا؟ تكلمنا عن مشاعرك. الحياة البدوية، المهرجان اللي عملوه ده فكرته رائعة، وحيي كل واحد فكر في هذه الفكرة انه يحافظ على هذا التراث، الخيم بتقاليدها القديمة، الاكل، اللبس. مشيت امبارح حليب الابل بالطريقة التقليدية يجيبه لنا بالليل. الحياة وسط الطبيعة كما هي شيء رائع جدا، ولقيت ان اطفال مشاركين وفتية ان يعرفوا هذا التراث ويحافظوا عليه، خاصة ان ده مكون مهم من مكونات النسيج المغربي المتكامل. يعني الصحراء يمكن مش كتير بيجي للمغرب من السياحة اللي بيكون قاصد السياحة، سواء السياحة بمفهومها السياحة انه خارج يغير جو، او انه حتى سياحة ثقافية وتراثية انه بيجي للأقاليم الجنوبية. ما كانتش عندنا هذه، يعني دائما تلقى اي مشرقي تقول له يقول لك طنجة، مراكش، اجادير، كذا، الرباط طبعا. انما الصحراء ما كناش، يعني ما كانتش في مفهومنا من ثقافات المغرب، يعني او من الاماكن السياحيه والتراثيه اللي موجوده. لما جيت هنا لقيت ابداع، بصراحه ابداع الكون، وحرص الناس هنا على هذا التراث وانهم يحتفظوا بيه. استمتعت بصراحه، لقيت الناس هنا بطبعها حبوبه ورحبه، يعني ناس كريمه، ناس ودوده، شيء بطبعهم البدويه، يعني شيء تبارك الله رائع، وأتمنى أنه يستمر وأنهم يتمسكوا به ويحافظوا عليه، لأنه وجه من وجوه المغرب اللي لازم تبرز ويهتموا بها أكتر. يعني ملاحظوا أن الأنشطة متنوعة، ولكن كانت روح بدوية، مثل رمي بالشارة، سباق الهجن، حياتهم المزين اللي هي الجماليات، الإبل، أنهم يعودوا يفرزوا ويعملوا مسابقة لأجمل جمل. ده دي من البدو، يعني هتلاقيها في الخليج كمان. عندهم الرماية لأن هي حياتهم كانت، وحتى هنا كان بالقوس بالسهم، ودي حياتهم اللي هي الشارة، بيسموها الشارة هنا سباق الهجن، اللي هو سباقات الإبل في السباق فيما بينهم. ما هي دي حياتهم، وهي دي زي لما تلاقي مثلا التبوريدة في الشمال اللي هو بالخيل، تلاقي في مناطق الشاوية ودكالة لأنهم كانوا بالخيل. أما هنا هتلاقي حياتهم كلها وثقافتهم في الجمل. ولذلك هنا النشاطات اللي شفتها، سباق الهجن، المزين اللي هو سباقات الجمال ما بين الجمال، أحسن حليب للنوق، أكتر واحدة تحلب فيهم، إضافة إلى أني لقيتهم بيعملوا هنا مصنع لتجفيف حليب الإبل ولتصدير حليب الإبل إلى الداخل، إلى ما نسميه اصطلاحا في المغرب هنا المدن اللي هي الأقاليم الداخلية. كمان لقيت اللي هنا المنتجات التراثيه من عسل اللي بينتجوه هنا، اللي هو خاص الدغموس ده خاص بهنا، واضافه الى منتجات اخرى من الدرع، من الزرابي الخاصه بيهم، الحصير هنا بيصنعوه. وهذا يعطي اذا حتى تنوع ثقافي في المغرب بين شمال وجنوب. اجمل ما في المغرب هو هذا التنوع، يعني مثلا الشمال، وحتى مش بين شمال وجنوب، ما بين الشمال والشمال، يعني مثلا طنجة وتطوان دول جبالة، تمشي شوية تلاقي ريافة، تمشي شوية تلاقي الشرق اللي هو وجدة وتازة والأماكن دي، وبعدين تحت اللي هو تمشي تلاقي مثلا وزان، مع إنها جبالة لكنها مختلطة، فاس ومكناس وزرهون ده موضوع تاني، تمشي للداخل كذا والرباط موضوع، الشاوية اللي هي منطقة مزاب وما أجورها وسطات والخربجة والأماكن دي موضوع. حتى الأمازيغ نفسهم متنوعين، مش أمازيغ بس، ريافة وسواسة والأطلس الصغير والمتوسط، فحالة وطبعا سوس ده موضوع لوحده، والصحراء هنا يعني مثلا جلميم وسيدي إفني غير الدخلة وغير العيون، يعني وسمارة يعني وطنطان، يعني تلاقي حتى داخل المكان الواحد تنوع أيضا.